طيب تعالوا بقى نروح على مقر موقع يلا كورة مع مراسلتنا العزيزة مريم سميح عشان نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية، وبالمناسبة هتكون معاها كمان ضيفتها وضيفتنا العزيزة الكاتبة الصحفية منة عمر. مريم صباح الفل عليكي، وصبحنا على الأستاذة منة. صباح الخير يا كريم، وبصبح عليك يا نهاوند، وبصبح على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. من مقر موقع يلا كوره هيكون معانا جوله صحفيه في ابرز العناوين، وزي ما انت قلت بالظبط يا كريم هيكون معانا ضيفتنا العزيزه طبعا منة عمر المحرره بموقع يلا كوره. ولكن في البدايه عايزين نفكر كل مشاهدينا بمباريات اليوم سواء في الدوري المصري او كمان في الدوري الانجليزي. الدوري المصري اسوان وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعه 2:30 ظهرا، الجونة والإنتاج الحربي في تمام الساعة 2:30 ظهرا، كمان غزل المحلة والزمالك في تمام الساعة 5 مساء، والمصري والبنك الأهلي في تمام الساعة 7:30 مساء. أما بالنسبة لمباريات الدوري الإنجليزي، شيفيلد يونايتد وويست بروميتش في تمام الساعة 8 مساء، كمان وولفرهامبتون وأرسنال في تمام الساعة 8 مساء، ونيوكاسل وكريستال بالاس في تمام الساعة 10:15 مساء، وأخيرا في الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في تمام الساعة 10:15 مساء. عناويننا النهاردة اللي هنتناولها مع ضيفتنا العزيزة هيكون من موقع يلا كورة مرتجي لن نفكر في بايرن الآن وانسحاب أوكلاند خفض جوائز مونديال الأندية للنصف. كمان من اليوم السابع كريم هنداوي شعرنا بالفخر بالتنظيم ولاعبو المنتخب يستطيعون اللعب في أوروبا. كمان من موقع الشروق اللجنة المنظمة لمونديال الأندية تشترط سلبية المسحة لحصول الجماهير على تذاكر المباريات. وأخيرا من سكاي نيوز عربية ليفربول ثلاث صفقات في ساعة الصفر. اسمحوا لنا طبعا نرحب بضيفتنا العزيزة الأستاذة منة عمر المحررة بموقع يلا كورة. منة بصبح عليكي ومنورة على شاشة قناة النادي الأهلي. صباح النور عليك يا مريم، وصباح المونديال على كل الأهلاوية إن شاء الله. خلينا نبدأ كده بدايتنا طبعا مع المونديال، كل الأنظار بتتجه إلى مشاركة النادي الأهلي، المباراة كمان بعد غد يعني ساعات تقترب، كمان الجماهير مستنين ساعة الحسم. عايزين نتكلم عن تصريحات طبعا يعني خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اتكلم عن يمكن المكافآت اللي تم تخفيضها يعني بنسبة 50%. كمان كنا عايزين نعرف منك اكتر انه كمان المدير الفني بيتسو موسيماني يعني ادى لكل اللاعبين خلاص يعتبر عرفوا نقاط الضعف والقوه في الفريق، شايفه ده ازاي؟ اول حاجه ربنا يكرم ان شاء الله الفريق في الماتش بتاع الدحيل يوم الخميس. الماتش مش هيكون سهل، وزي ما الناس عندها امل ان احنا نصعد الدور اللي بعد كده ونلعب بايرن ميونخ، ف نلاقي ان التصريحات بتاعه المسؤولين كلهم في النادي الاهلي سواء اللي في البعثه واللي ما سافروش مع البعثه اللعيبه نفسها ان تركيزهم على مباراه الدحيل بس. اهم حاجه دلوقتي انه نعدي الدور ربع النهائي، نعدي الماتش بتاع يوم الخميس، بعد كده نبدا نفكر في الماتش اللي بعد كده. ما ينفعش اطلع الخطوه الثانيه وانا ما عدتش الخطوه الاولانيه. لما نشوف التصريحات بتاعه اللعيبه نلاقيهم كلهم فعلا في حاله من التركيز، نتمنى ان تترجم في المباراة إن شاء الله. لازم يكون التركيز في الماتش 100%، مش 1000000%، مش 100% بس، لأن عناصر الدحيل قوية جدا، عناصر مميزة جدا، عندهم أكتر من لاعب، عندهم مستوياتهم الفردية عالية يقدروا يخلصوا ماتش، على عكس الأهلي. الأهلي بيلعب جماعي أكتر من الدحيل. في كام لاعب في الدحيل لازم أكيد طبعا يعني بيتسو موسيماني مدرب الفريق واكيد اللعيبه اتكلموا مع بعض عليهم، زي المعز علي، اسماعيل محمد، علي كريمي، كلها اسماء مميزه جدا في الدحيل. سمعنا قبل كده برضو تصريحات من موسيماني مدرب الفريق ان اللعيبه نفسها هو لقاهم في الطياره في اثناء الرحله جايبين مباريات للدحيل وقاعدين بيتفرجوا عليها بيتناقشوا مع بعض، فواضح ان في حاله عامه من التركيز. ان شاء الله باذن الله يعني تترجم في الماتش ونشوف نتيجة إيجابية بإذن الله.